أشار الفنان محمد العبادي الذي اطلع بأداء أدوار تمثيلية عبر شاشة التلفزيون وخشبة المسرح وأمام الكاميرا السينمائية إلى أنه جاء إلى عالم الدراما في فترة مبكرة من حياته إبان حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان فتى ما زال على مقاعد الدراسة. وقال إنه بحكم إقامته آنذاك مع أسرته في منطقة رأس العين القريبة من وسط العاصمة، شاهد العديد من الأفلام السينمائية والعروض التمثيلية التي كانت تقدم على مسارح وصالات دور السينما مثل البتراء والحمراء. تأثر بالكثير منها، وهو ما ولد لديه الشغف بهذا النوع من الإبداع. وأضاف أن تلك الفترة التي كانت تحتشد بالحراك السياسي على خلفية تحولات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أسهم أيضا في صقل موهبته بأن تكون منسجمة مع الأوضاع السائدة بالمنطقة، حيث أخذ في تغذية معرفته بصنوف القراءات من خارج المناهج الدراسية وتعرف على أمهات الكتب الفلسفية والفكرية. ولفت إلى أن ذلك تزامن مع زخم في النشاط الرياضي والثقافي والفني، عندما قدم مع أقرانه من الطلبة مجموعة من البروفات التمثيلية لواحدة من المسرحيات المدرسية التي انطلق منها إلى الانضمام لإحدى فرق التمثيل المسرحي للهوى في أوائل عقد الستينيات من القرن الفائت. ضمت حسين ضاضة والمخرج إبراهيم الخطيب وعود الفلاح بعد أن جرى اختباري في مشهد تمثيلي تاريخي مستمد من مسرحية الملك أوديب عن نصل توفيق الحكيم. اعتبر العبادي أن تلك التجربة شكلت أولى خطواته على طريق الدراما وأطلعته على ألوان من فنون الأداء الدرامي ومنهجياته ضمن إمكانيات بسيطة متاحة، حيث عمل ضمن هذه الفرقة مسرحية أبطال من فلسطين، وكانت عبارة عن مجموعة من الاستكشافات التمثيلية تروي جوانب من الواقع الذي تعيشه الأمة العربية بعد نكبة فلسطين عام 1948. وبيّن أنه عقب ذلك شارك في تأسيس فرقة مسرحية قدمت مع جماعة المسرح الأردني الحديث العام عام 1963 مسرحية المدينة الزائفة المستمدة عن مسرحية الكاتب الفرنسي مولير المسمى البرجوازي النبيل، وأيضا مسرحية البيت الصاخب للكاتب السوري وليد مدفعي، ومسرحية غرفة على السطح التي تناولت معاناة العمل الصحفي. وأشار العبادي إلى أنه بمجيء فرقة أسرة المسرح الأردني الحديث بقيادة المخرج هاني صنوبر استطاع أن يجتاز عتبة جديدة من مسيرته الدرامية، حين بدأ يقدم أدوارا وبرامج تمثيلية مع أعضاء فرقة صنوبر في الإذاعة الأردنية إلى جوار أسماء لامعة في تلك الفترة مثل نبيل وأسامة المشيني وأديب الحافظ وقمر الصفدي وعمر قفاف وماركو ماتجليان ونبيل صوالحه ومهدي يانس وبهاء أبو طه. ورأى في انطلاقة التلفزيون الأردني عام 1968 بمثابة الحلم في بدء بتحقيق دراما تلفزيونية بعد أن كان العديد من التمثيليات يجري تقديمها بطواقم فنية وتمثيلية من لبنان ومصر، إلى أن أتيحت له فرصة تقديم أول عمل تلفزيوني بإدارة المخرج عدنان الرمحي في مسلسل باب العمود الذي كتبه الراحل أمين شنار وعرض في 13 حلقة. أدى العبادي في هذا المسلسل الدور الرئيس وهي شخصية أبو شريف التي رشح لها الممثل المصري الراحل أحمد مرعي، حيث يتناول المسلسل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، وكان إلى جواره كل من محمود أبو غريب وقمر الصفدي ونبيل وأسامة المشيني واللبناني وحيد جلال. وأوضح العبادي أنه إضافة إلى تصوير العديد من أجزاء المسلسل داخل الاستديو، إلا أن الكاميرا جالت بالعديد من الأماكن والشوارع في عمان وأطرافها، صورت كأنها تماثل شوارع وأزقة مدينة القدس التي تمحورت فيها أحداث العمل. وأشار إلى أن تلك الفترة لم يكن التلفزيون قد انتشر في بيوت المواطنين، بل كان مقتصرا على شريحة من المجتمع المحلي، وهو ما انعكس على التفاعل بالمسلسل الذي قدمه التلفزيون هدية إلى كل من السعودية والكويت. واستذكر العبادي الذي واجه صعوبة من تقبل أسرته للعمل في التمثيل أنه في تلك الفترة خاض أيضا تجربة العمل السينمائي في أكثر من فيلم صور بعمان، لكنها ظلت محدودة وأسيرة الجانب التجاري، بيد أنه رأى في تجربته السينمائية مع المخرج محمد عزيزية بفيلم الشحاذ من إنتاج التلفزيون الأردني بأنها تستحق الاهتمام،
وهي تحكي قصة لص يتخفى تحت مظهر متسول ليقتحم بيوت الناس ويتعقبه شرطي من أجل القبض عليه متلبسا. وبين أن الفيلم الذي شارك بأداء أدواره محمود أبو غريب وحسن أبو شعيرة جرى تصوير جميع مناظره خارج الاستديو في مناطق بالعاصمة عمان وعراق الأمير. تربع العبادي على مكانة مرموقة في الدراما الأردنية كمنتج وكاتب أيضا عقب أدائه مجموعة من الأدوار الرئيسية في مسلسلات بدوية وريفية متنوعة مثل حدث في المعمورة الذي كتبه بالتعاون مع محمود شقير وأخرجه صلاح أبو هنود، ومسلسل طرفة بن العبد لأبي هنود، ومسلسل المطاريد إخراج محمد عزيزية، والعطش والينبوع لعزمي مصطفى. اعتبر العبادي أن هذه الفترة شهدت انتشار الدراما الأردنية وتألقها من المحيط إلى الخليج، وهو ما دعا التلفزيون الأردني الذي كان يقف وراء إنتاج معظم المسلسلات التلفزيونية إلى تأسيس مركز للإنتاج الدرامي بغية الإحاطة بمثل هذا الزخم من الطلب على الدراما الأردنية. وجاء أيضا تأسيس الشركة الأردنية للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي. وثمن تجربته الجديدة بالفيلم السينمائي الأردني المعنون الشراكسة للمخرج محي الدين قندور، وفيه قدم شخصية شيخ بدوي مليئة بالمواقف والتحولات الإنسانية المتباينة داخل الأحداث. لا يلجأ العبادي في أسلوبيته الأدائية إلى تقديم حدود أو فواصل بين الأداء المسرحي أو التلفزيوني أو السينمائي، بقدر ما يتقمص كل الشخصية كما هي في النص، ويعمل على إيصالها للمتلقي بحرفيته الخاصة دون أي حساب، فيما إذا كان الدور سيظهر على شاشة تلفزيونية أو سينمائية، بل إنه يترك العنان لاجتهاده الشخصي وعلى المخرج أن يلتقط ما يفيد اللقطة القادرة على النفاذ إلى المتلقي حسب رؤية المخرج الدرامية أو الجمالية. ولد محمد العبادي في عام 1945، هو من أبرز الممثلين الأردنيين في سبعينيات القرن الماضي وما بعدها. من أعماله التلفزيونية الكثيرة مسلسل الحطب والنار، الدرب الطويل، نمر العدوان عام 1977 مع المخرج صلاح أبو هنود، وطرفة بن العبد وهو من أشهر أعماله وقد جسد فيه دور الشاعر الجاهلي طرفة. من أشهر أعماله مسلسل نوف، الغريبة، راعي الأولة، ابن حران، سجون بلا محاكم، الوعد، وضحه وابن عجلان، أصايل، لوحة حب، الرحيل، عيون عليا، نمر بن عدوان، راس غليص، توم الغرة، متعب الشقاوي، الحور العين، شمس البوادي، وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.